خلال مراسم افتتاح فرع مجموعة لوغا البولونية، إحدى أبرز المصنعين الأوروبيين في مجال حلول الإضاءة بعاصمة الصحراء المغربية العيون. أكد ريتشارد فيتوركوفسكي رئيس هذا العملاق البولوني أن افتتاح هذا الفرع في العيون يؤكد قناعة المجموعة الراسخة بأن المغرب يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لها. هذا الافتتاح اليوم ديال لوغ في مدينة العيون هو تجسيد عملي لفعالية الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الحكيمة ديال صاحب الجلالة الله ينصرو. ويأتي اختيار المجموعة البولونية فتح فرع لها في العيون بعد الزيارة التي قامت بها البعثة الاقتصادية البولونية للمملكة في شوتنبر للسنة الماضية، والتي أعربت خلالها عن اهتمامها الفعلي بالفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة. هذه الدينامية هذه وهذا الإنجاز فهو جاء تتويج لعمل دؤوب، عمل جبار ديال السيد سفير صاحب جلالة في بولونيا، والمواكبة ديال المركز الجهوي للاستثمار بجميع مراحل توطين هاد الشركة. وبتوفرها على أكثر من 30 سنة من التجربة والخبرة في مجال تخصصها، تعمل مجموعة لوغ التي توظف أزيد من 600 شخص في بولونيا في العديد من المدن الكبرى حول العالم مثل دبي وباريس ولندن. كما يتواجد هذا الرائد الأوروبي لحلول الإضاءة الاحترافية في بلدان أمريكا الجنوبية، لا سيما في الأرجنتين والبرازيل.